وسط جدل حاد وانتقادات قاسية، افتتح مثليو الجنس أمس أول مهرجان لهم في العاصمة التشيكية براغ. المهرجان الذي يستمر حتى الأحد المقبل ينظم تحت رعاية عمدة براغ، وقد لقي دعما من سفارات 13 بلدا كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وغيرها. دعم انتقده بشدة الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس، واصفا إياه بغير المسبوق وناعتا المهرجان بالهجوم العدواني من جزء من المجتمع على جميع الناس. لطالما عرف كلاوس بانتقاداته القاسية للمثليين، وهذه المرة لم ينأ بنفسه حتى عن تصريحات أحد مستشاريه الذي وصف المثليين بالمواطنين المنحرفين. حملة إعلانية كبرى قام بها منظمو المهرجان كهذا الإعلان التلفزيوني لاستقطاب بعض العطف في المجتمع التشيكي الذي يعرف بتحفظه. تشاو تشاو.